شايفين جزء الصبارة ده يا جماعة؟ اهو شايفينها بالطول وبالحلاوة ديت، شايفينها ادي الصبارة ازاي بقى عملنا منها الجلي اللي جوه ده بقى، وطلعناه وعملنا منه احلى جلي صبار طبيعي 100%، يعني حاجة كده روعة فوق مما تتخيلي، حاجة طبيعية بأقل قليل خالص. يعني احنا جبنا الصبارة دي ب 10 جنيه، ازاي تاخدي منها جزء صغير هتشوفوه تقدروا تطلعوا منه صبار ثمنه مثلا بيتباع في المحلات بره ب 50 60 جنيه. اتمنى اللي انتوا تشوفوا الوصفة، تشوفوا الطريقة اللي احنا اللي انا عملتها بيها، واتمنى اللي انتوا تجربوها، واشوفكم في الف وصفة ووصفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساءكم معطر بذكر الله. أهلا وسهلا بكم جميعا، وألف شكر وألف تحية لأجمل وأحلى وأغلى إخوات في الدنيا. طبعا أنا النهاردة حطيت فيديو يعني مهم جدا، فيديو الحرمل، يعني أتمنى إن أنتوا تتفاعلوا معاه. الفيديو بعنوان كنز تخفيه عنك، يعني أكبر شركات مستحضرات التجميل، أتمنى إن أنتوا تتفاعلوا معاه، لان فيديو فعلا يعني حقيقي مهم جدا، ويعني وصفه بتاعت الزيت ده وصفه جباره جدا. طيب النهارده هنعمل الصبار، شايفين هو ده الصبار انا جايبها لكم لحد عندكم اهو. طيب الصبار ده لاما حضرتك بتجيبيه من المشتل، او لو انت مثلا معديه على اي مترو على اي حاجه هتلاقي الناس كده قاعده ماسكه عندها الصبار ده وبتقطع فيه، وما تخليش حد يضحك عليكي، لازم تجيبيه بالطريقه دي. شايفين اهو هو ده الجدر بتاعه، لازم تتجاب بالطريقه دي. طيب ادي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقول لك عليها، هم برضو بيغلوا فيه، يعني مثلا ايه يقول لك مثلا 30 جنيه، لا انت بقى وشطارتك بقى هنا تقدري تنزلي. انا جايب كل اللي انتوا شايفينها دي اهي، دي ب 10 جنيه. اما لو انتوا اشتريتوا يعني الصباره كامله كزرعه، يعني بتتراوح سعرها ما بين 20 ل 25، بنفس الطول ده يا جماعه، بنفس الطول ده. طيب عشان ما حدش يقول لا احنا مش لاقيين، لا احنا مش عارفين نجيب، لا هو بيبقى موجود على اي مترو، خاصة مترو العتبة مثلا، يعني على سبيل المثال. طيب احنا هنعمل ايه، وهي الطريقة الصحيحة اللي احنا نطلع بيها جل الصبار الطبيعي 100%، ازاي ونقدر نحفظه ازاي عشان خاطر ما يبصي؟ لا احنا النهاردة هديك المعلومة الكاملة والوصفة الكاملة بإذن الله. طيب احنا هنقطع ده معانا كده اهو، هنقطع ده، هنختار حته صغيره كده عشان نبدا نشتغل بيها اهو، هنقطع الحته دي كده مثلا اهو، هنقطع ده كده مثلا اهو. طيب احنا كده هل هنشتغل كده؟ لا، احنا لا يمكن نشتغل بيه بالطريقه دي. شايفين الجيل اللي جوه اهو، هو ده الجيل، بس احنا هنعمل ايه؟ شايفين الميه العسل دي اهي، وهننقع دوت كده لمدة نص ساعة، لازم ننقع الصبار اللي احنا هناخدها لمدة ايه نص ساعة، بعد كده نبدأ بقى ايه مراحل الشغل بتاعنا. طيب وعبال ما حضراتكم ما دي تنقع كده لمدة ساعة، انا هستفاد بالوقت ده، وهجيب هنا ده بذر الكتان، انا هاخده طبعا، بذر الكتان غني عن التعريف، يعني اكبر منجم للكولاجين موجود يعني. طيب احنا هناخده وهنبدا ناخديه على النار، واصفي الجل بتاعه وابدا احضره لحد لما يبرد، وبعد كده نيجي نطلع جل، نستخلص الجل الصبار ونبدا نعمل بيه احلى جل صبار موجود، وتقدري تستخدميه سواء لشعرك او سواء لايه للبشره بتاعتك. استاذنكم ونرجع لكم تاني. كده احنا عملنا بذر الكتان وطلعنا منهم الحبة الجمال دول اللي هما شبه الجل، هنعمل ايه؟ هنركنها كده على بعض ونبدأ نجيب بقى الصبارة بتاعتنا اهي، وطبعا كده فات ساعة طبعا، وهنبدأ ايه نبدأ نتعامل معاها اللي احنا ايه نقطعها. طب احنا هنعمل ازاي بقى، وهنبصوا بقى اتعلموا بقى احنا هنقطعها ازاي. طبعا الجزء الابيض ده احنا مش هناخده اهو، ده بيتخلي كده اهو بنفس الطريقه كده اهو. بعد كده يعني اتمنى ان انت تكون معاكم ايه سكينه ارفع من كده، تمام. هناخد هنا اهو من الجنب دوت اهو، هنقطعها كده اهو عشان نبدا ايه نبدا عمليه اللي هي ايه نخليها بمعنى اصح اهو، تمام. ونقطع من الجنب الثاني اهو مطرح الاشواك بالظبط كده، يعني احنا هنقطع مطرح الايه الاشواك اهو.
بعد كده احنا هناخد الراق الصغير ده، شايفين؟ بصوا اهو، احنا هناخد الراق ده بقى اهو، اهو بصوا شايفين، هنقطع الراق ده اهو. لو انت بقى حضرتك عندك بقى ايه يعني، يعني هناخد بقى الجل، هنفضي الجل اهو. هنفضيه ازاي بقى؟ هقول لكم بقى هنفضيه ازاي. هنجيب البوله بتاعتنا اهي شايفينها، وهنجيب المبشره اهو شايفين المبشره، زي ما احنا ايه شايفين كده اهو، تمام؟ فين اهو نبدا بقى ايه ننشر، واحنا بنبشر هتلاقوا ايه بقى الجل نازل، الجل نازل ايه من تحت اهو، تمام؟ اهو بصوا الجل اهو شايفين اهو بيبتدي بقى ايه ينزل تحت بقى. هكملها وايه وهرجع لكم تاني بس عشان خاطر ايه الوقت بتاعكم. احنا هنا كده خليناه، وبعد ما خليناه يعني جبنا المبشره وايه وبشرناه وطلع معانا بالايه بالمنظر ده. خلي بالكم من حاجه، لو احنا استخدمنا المبشره هيبقى معانا مثلا حاجات من الايه من الاخضر اللي هو القشر الاخضر ده، لكن احنا ممكن نخليه اهو ويطلع معاكم حاجات زي كده اهوت شايفينها، وابدا احطها اجمعها كلها وابدا بقى بالخلاط اليدوي ابدا ايه يعني يعني اهرسها تماما لحد لما يبقى ايه متكون عندي الجلد اللي احنا شايفينه ده. بصوا الحته الصغيره او القطعه الصغيره عملت معانا ايه؟ عملت معانا ايه يعني حاجه كويسه جدا. طيب هنعمل ايه بقى؟ احنا هنجيب معانا اللي هو قبل ما احط بذر الكتان لازم احط حاجه مهمه جدا، من غيره هيبقى جلد الصبار دوت مش هيبدا يعني ايه يعني مش هياخد الايه المفعول. لازم اديله فيتامين اي 1000 اهو، اديله واحده او اتنين على حسب احتياجك، على حسب ما انت المده اللي انت هتبداي تخزني فيها، هتخزني اسبوع اسبوعين مفيش مشكله، كل اسبوع هناخد ايه معانا ايه واحده زي كده. وهنبدا نحطها اهو زي ما احنا شايفين اهو، تمام؟ هنبدا نحطها كده عشان خاطر ايه يقدر يحفظ لنا الجل الصبار اطول فتره ممكنه. مش بس كده كمان، لا ده احنا عشان خاطر يدينا الغذاء سواء هنحطه على البشره او هنحطه على الشعر. بعد كده هناخد معانا المكون الجبار اللي هو ايه بذر الكتان اهو شايفينه اهو، تمام؟ طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هقول لك بقى. كده اصبح شكله النهائي اهو يا جماعه، بعد ما ضربناه في خلاط كده معاكي جل صبار طبيعي 100%. شوفي حضرتك بقى، بدل ما تروحي مثلا تجيبي جل الصبار ب 50 60 جنيه مثلا، لا انت باقل قليل عملتي يعني جل صبار طبيعي ما فيهوش اي مواد حافظه، ما فيهوش اي مواد تقدر مثلا يعني تقدر تضر بشرتك او شعرك. اتمنى اللي انتوا تجربوا الوصفه دي، اتمنى اللي انتوا تجربوها، ما حدش يقول لا احنا صعب اللي احنا نقدر يعني نجيب الصباره ونقدر نشتغل بيها، لا متوفره في كل حته يا جماعه. يعني يعني على اقل التقدير او على اقل التقدير خالص، انتوا يعني اقرب مترو هتلاقوها موجوده، او اقرب مشتل جنبكم تقدروا تتحصروا على يعني زرعه كبيره قوي من الصبار. احنا خدنا حته صغيره عفوا عملنا بيها كل الكميه دي. انت بقى شوفي بقى ايه الصباره الفرع ده اللي احنا خدناه هتقدري تعمله، هتقدري تطلعي منه كام مره، افضل بكتير قوي من انت ايه تدفعي فلوس فيه وتشتريه كده طبيعي قصاد عيني. شكرا ليكم، اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه دي، الوصفه دي هايله جدا، وتحياتي ليكم جميعا، واشوفكم في الف وصفه ووصفه.